السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابي الأعزاء، مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج، أستاذ طب الفم وأمراض وجراحة اللثة بالأودونتولوجي أند أورال ميديسين. إذا نكمل محاضراتنا في الأورال باثولوجي بعد أن أكملنا السلسلة الخماسية من الأمراض التي تبدأ من الكيريز وتروح للبلب، ثم تتوجه إلى بريك أبيكال ليجن أو الرباعي عفوا، ثم تروح على البون الأوستيومالايتس. اليوم بندخل في موضوع جديد، بنبدأ نتكلم على الديفلوبمنتال ديس أوردرز. طبعا في المحاضرة الأولى بنتكلم على الديفلوبمنتال ديس أوردرز اللي بنشوفها في الأورال أند بارا أورال ستراكشرز، وإن شاء الله المحاضرة الثانية بنتكلم على الديفلوبمنتال ديس أوردرز اللي بنشوفها في الأسنان. طيب إذا أول محاضرة اليوم بنتكلم على هذا الموضوع. أشياء كثيرة بتكلم عليها هنا. طبعا بنتكلم مبدئيا على الفيشيال هيمي هايبر أتروفي أور أتروفي، بنتكلم على الأورو فيشيال كليفتس، بنتكلم على الديفلومنتال أنوماليز للجوز، الديفلومنتال أنوماليز للبلت، الليبس، الأورال ميكوزا، وكمان في التانك. طيب الفيشيال هيمي هايبر أتروفي أور أتروفي زي ما احنا شايفين، هنتكلم عن مشكلة تحصل في نصف من الوجه في الجهة اليمين أو اليسار، يا إما يكون هايبر أتروفي في جهة معينة أو أتروفي في جهة معينة. طبعا هذا الانسيدنس عبارة عن تكون أكثر في الفيميلز، وعلى فكرة أنا مش أبشرك يعني أو أبشر أخواتنا وبناتنا إنه للأسف، هو مش عارف هي بشرة ولا كابوس، ولا أغلب الأورال أو الفيشيال ليجنز في المنطقة هذه كلها تكون في الفيميلز أكثر، بس ممكن في حاجة تكون يعني مشجع عليهم أكثر، إنه رغم ذلك فالميلز أخذوا الكبيرة قوي، أخذوا الحاجة اللي هي المشكلة وهي الكانسر. الكانسر في الميلز أكثر من الفيميلز، لكن أغلب الأشياء اللي هي الليجنز والديفكس اللي موجودة في المناطق هذه هي في الفيميلز. فهنا الإنسيدنس زي أغلب الأشياء هي في الفيميلز 2 إلى 1، أكثر في الرايت سايد من الليفت سايد. عادة ممكن نشوفها في بعد البيرث مباشرة أو بعدين في الطفولة. طبعا 20% من الحالات اللي عندهم المشكلة هذه اللي هي الهيمي هايبرتروفي أور أتروفي عادة يكونوا منتلي ريتاردد. طبعا يمكن يترافق برضو مع إنه كمان في نفس الجهة، إذا كان هايبرتروفي يمكن نحصل يونيلاترال ماكرو أجلوشيا، زيادة في حجم المندورة كان نفسها، زيادة في حجم الأسنان، الكاسبيد والبريمولارس والفيرس مولارس ممكن تكون أكبر هنا. وفي الحالة هذه طبعا تكون المانوكروجن مش كويس، أكيد يكون معانا أوبن بايت لأنه في جهة كبيرة وجهة صغيرة. طبعا ممكن كمان نحصل ماكرو أو مايكروستوميا، معناته فم صغير أو فم كبير مترافق مع الحالة. يمكن يكون الحالة دي ترو أو ريلاتيف. إيش معناته ترو؟ إنه فعلا يكون في حجم أو تضخم، مثلا لو هي هايبرتروفي تضخم للجهة نفسها فعلا، لكن احيانا تكون مش متضخمه، لا تكون هي حجم عادي بس الجهه الثانيه هي اللي فيها اتروفي، فبيبان انه معاك انه هذه المنطقه كانها متضخمه اصلا، هذه اللي معناها الريلاتيف. طيب برضو من الاشياء اللي هي ممكن نشوفها كديفلوبمنتال ديس اوردرز في حاجه نسميها الاوروفيشال كليفت، وفي معانا اثنين اساسيين اللي هم واحد نسميه اوبليك فيشال كليفت زي ما احنا شايفين في الصوره اللي في الاعلى هذه. طبعا هاي عاده ينتشر او يبدا يمتد الكليفت من الانر كانثس اللي هو هذا الجزء الداخلي من العين، كانثس لانه هذا الانر كانثس وهذا الاوتر كانثس، يمتد على نفس المسار حق النازو لاكريمال داكت، يمشي بجنب يوصل عند الالا اوف ذا نوز او حتى لحد الابر ليب، هذا الباث اللي احنا ماشيين عليه. فطبعا هذه حاله تم الترميم، عمل ترميم لها، ولا هي اصلا مفتوحه زي كانها كليفت مفتوح هنا، لكن هذه بعد ما تم الترميم زي ما انتم شايفين. طبعا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ممكن تكون زي الحالة اللي تحت هذه، وهذا نسميه ترانسفيرس فيشيال كليفت، هذا اللي يكون من الجهتين، يكون فيه في شق هنا على جوانب الفم، وبرضه هذه حالة بعد ما تم الترميم لها ولا هي مفتوحة بشكل كامل. طيب الديفلوبمنتال انوماليز اوف ذا جوز، الجوز نفسها اللي هي الفكين، الفك العلوي والسفلي، ممكن يحصل فيه اشياء ديفلوبمنتال. اول واخطر واكثرها سوءا وهي الاجنيثيا، وهي هذا فقد كامل او جزئي للجوز، ممكن يكون واحد يمكن يكون اثنين، زي الحاله اللي هذه، هذا الطفل اللي هنا والولد اللي هنا فاقد المانديبل بالكامل. طبعا هذه كانت تجربه وحكايته، يعني اللي بيتابع القصه كانت حكايته معروفه كيف الام يعني وقفت مع ابنها
وحتى تقريبا درسته بشكل كويس، وحتى شايف عامل له تقويم، وكان يعني قصة كفاح يعني فعلا تحترم. طبعا هذه نادرة جدا نادرة جدا، وكثير طبعا ما تكون موجودة تكون حتى مترافقة مع فقد اللسان، يعني حتى يكون برضو في أجلوشيا في القصة هذه. ممكن يكون ماكروجنيثيا اللي هو جنيثيا طبعا فك، هنا أجنيثيا ما فيش، مايكرو فك صغير. طبعا ممكن يكون واحد أو اثنين، قد يكون طبعا في فعلا فك صغير فعلا زي المانديبل هنا والماكزيلا الطبيعي، او احيانا يكون اللي يعطيك انطباع لما تكون ريلاتيف، يعني يكون المانديبل هو حجمه طبيعي لكن الماكزيلا حجمه كبير، فيعطيك انطباع انه المانديبل هو الصغير او العكس. مثلا طبعا ممكن تكون شغله فاميليا من ربنا، وممكن تكون اكوايرد نتيجه تروما او انفكشن او ايا كانت. الماكروجنيتيا زي ما احنا عارفين هي عباره عن فك كبير، طبعا قد تكون هيريديتري او تترافق زي ما قلنا مع امراض اخرى زي البيجيت ديسيز او الاكروميجالي، وزي ما قلنا برضه ممكن تكون ترو فعلا تضخم الفك فعلي، او يكون هو حجمه طبيعي لكن صغر الحجم الثاني هو اللي يظهره كانه ماكرو جنيثيا، وهذا نسميه ريلاتيف. طيب الديفلوبمنتال انوماليز اوف ذا باليت. الباليت طبعا ممكن يحصل فيه مشاكل، ما يحصلش اندماج كامل، احنا عارفين انه في بعض البرايمري باليت وفي سكندري باليت يحصل اندماج بينهم مع العمر. السكندري اللي هي البلات شيلف من اليمين من الشمال تندمج في الوسط، والبري ماكزيلا او البرايمري بلات اللي يندمج بالامام. احيانا يحصل فيلير انه يحصل فيوجن لهذه الشيلفز حق سواء سكندري او برايمري نتيجه مشكله معينه، حصل مشكله اثناء النمو، اللسان احيانا يتدخل يكون حجمه كبير مثلا فيمنع انه يحصل اندماج اثناء التكون، فيحصل لي الكليفت باليت، واحيانا يكون كليفت باليت وحده، واحيانا يكون كليفت ليب اند باليت مع بعض زي الحاله اللي انتم شايفينها على اليمين هنا. طيب الكوزز او الايتيولوجي ليش يمكن يحصل لي؟ طبعا اسباب كثيره، ممكن تكون هيريديتري وهذه من الاسباب من اهم الاسباب، يمكن تكون مشاكل تغذيه في الحامل، ممكن تكون زياده او نقصان فيتامين اي، ممكن رايبوفلافين ديفيشنسي، الكورتيزون لو دخل في احيانا كعلاج بجرعات معينه كبيره مثلا ممكن تعمل لنا مشكله. الايموشنال لو في العامل او الحامل تعرضت لايموشنال، على فكره وهذه من الاشياء اللي كنا نسمعها من زمان حتى من جداتنا، ما حدش يزعل الحامل، ما حدش يعمل، ممكن تعمل لها مشاكل، سبحان الله بالخبره اخذوا حاجات زي كده. الاسترس او الايموشنال الحامل ممكن يعمل برضه يرفع نسبة الكورتيزون بشكل عالي جدا، وهذا يمكن يلعب دور يعمل لنا مشاكل في الطفل. عشان كذا خليكم عاقلين مؤدبين مع زوجاتكم، مش والله العظيم مش قصة يعني لا فعلا الموضوع هنا حقيقي حقيقي فعلا، مش قصة كلام فاضي ولا قصة كلام مش صحيح، لازم الأم تكون في وضع هادئ لأنه هذا بالأخير بينعكس على ابنك في الأخير، فلازم يكون في تعقل ولازم يكون في تهيئة وأجواء كويسة، إنه بالأخير الطفل يطلع لك مشوه أو في مشاكل وأنت السبب في الموضوع. الحين بيقول الدكتور وضح في منست. عموما برضه أحيانا يكون في مشكلة فاسكولار بلاد سبلاي، أي أمراض أو أي مشاكل ممكن تعمل لي مشاكل فاسكولار بلاد سبلاي أو يقلل البلاد سبلاي أو الفاسكولار سبلاي عفوا، ممكن تعمل لنا مشكلة. احيانا بعض المواد اللي ممكن تمشي في الدم زي الكحول، بعض الادويه، بعض التوكسينز لو حصل للحامل ممكن تاثر على الطفل، انفكشنز معينه برضه ممكن تاثر لنا على الطفل. زي ما قلنا اللسان ممكن يعمل لنا مشكله معينه برضه، اللسان ممكن يعمل لنا مشكله معينه لو هو بحجم كبير ممكن يمنع انه يحصل اندماج لاجزاء الهارد باليت. زي ما انتم شايفين هنا ممكن يكون باكثر من شكل، يعني احنا نتكلم عن الكليفت ليب ان باليت، يعني شوفوا كيف ممكن. طبعا هذا الشيء الطبيعي، هذا زي ما قلنا اللي هو الشق اللي ما بين البلات شيلفز، وهذا البري ماكزيلا او البرايمري باليت. هنا يحصل هنا طبعا ممكن يحصل مثلا عدم اندماج هنا في المنطقه هذه فيعمل لي يونيلاترال كليفت باليت زي ما هنا، يمكن الثنتين مع بعض ما يندمجوش فيعمل لي بايلاترال كليفت ليب، عفوا يونيلاترال كليفت ليب وبايلاترال كليفت ليب. ممكن يكون اندماج ما حصلش في الاخير في اخر شيء في منطقه اليوفيولا، وهذه تعمل لنا كليفت يوفيولا. هنا ممكن يحصل عدم الاندماج الى جزء كبير بس في جهه واحده من البلت فيعمل لي يونيلاترال كليفت بلت، او في الجهتين فيعمل لي بايلاترال كليفت بلت. وهنا ممكن زي ما قلنا ممكن يحصل انه الليب مع كمان مع الانتريال بلت ويعمل لي هذا الكليفت اللي هو ما بين الليب والانتريال بلت، ممكن يمتد كمان مع الفور بلت يمتد للخلف، يمكن يكون البايلاترال كليفت ليب مع الانتريال بلت بهذا الشكل، ويمكن يكون الحال الأسوأ وهي طبعا
انه بايلاترال ليب مع كومبليت او فول بلت افكشن، وتحصل الحاله اللي هي الاسوء اللي تشوفوه اللي شايفينه قدامكم هنا. طيب الديفلوبمنت الخامس حاجه اللي هي الديفلوبمنتال انوماليز اوف ذا، مش وقت التعليقات، الديفلوبمنتال انوماليز اوف ذا ليب. طبعا برضه الليب ممكن تتعرض لبعض الديفلوبمنتال انوماليز بنشوفها الان. في معانا الكونجيتال ليب بيتس اند كونجيتال بيتس اند فيتشولا، في الدبل ليب، في التشيلايتس جلانديولاريس، وكمان شيلايتس جرانيوروماتوزا، هذا عباره عن حالات تصيب اللبس، وكمان الكليفت لور ليب. الكونجيتال ليب بيتس او الكونجيتال بيتس اند فيشولا هذه عباره عن نحصل ديبريجنس موجوده، ممكن تكون يونيترال او بايلترال، موجوده على من البوردرز، اكثر شيء في اللور ليب. طبعا الكوميجرال ليبس نحصلها شايف في منطقه الكوميجر هنا، برضو بيتس في المنطقه هذه. طبعا هذه هيرديتري، نجي لو نحسها بنحصلها انها كانها فيكس ثابته كذا للتيشيو متصلبه شويه. طبعا هي غالبا نتيجه انه يحصل فيلير للكومبليت يونيون في المناطق اللي هي في منطقه الليب في هذه المناطق، فيظهر لنا هذا الشكل. الدبل ليب، وهذه حاله من الحالات اللي شفناها، وانا شخصيا معي يمكن اشتغلت اكثر من حاله فيها، وكانت في حاله برضو كانت ان شاء الله نعملها كبيبر لانها كانت مميزه وحصل لها ريكيرنس ورجعناها من جديد. المهم هي عباره تحس انه في فولد للاكسس تيشيو، ممكن تحصلها كده مقسومه من الوسط، او تحصلها كانها ليب تحت الليب بالضبط. هذه طبعا برضو حاجه كونجنيتال، وحصلها في الابر ليب طبعا، وجزء من الميوكوزا متدلي خلف. وطبعا هذه ممكن احيانا تكون هي كونجنيتال غالبا، لكن ممكن تكون احيانا اكواير نتيجه التروما اثناء الديفلوبمنت، وطبعا لها حل سيرجيكال ريموفال. الشيلايتس جلانديو لاريس اللي هي زي ما قلنا برضو عباره عن حاله التهابيه، او حاله يحصل فيها هي كونجنتال لكن تحصل فيها علامات التهابات في الليب. هذه غالبا تصيب الادلت ميلز، اللور ليب اكثر، تحصل اللور ليب متضخمه الى لارج فيرم، تحصلها صلبه وكمان انفرتد كانها مقلوبه للامام. طبعا اتيولوجي مش معروف، لكن يعتقد انه ربما يكون احيانا تعرض للسن او الداست او السموكينج، يعني يكون عنده قابليه كونجنتال، لكن في عوامل ظاهره بشكل اكبر. برضو الايموشنال او الفاميليال يفترض برضو انه يعني انه من الاسباب الموجوده. طبعا كديفرنشال دياجنوسز في ناس كثير يعني يحصل بين معاهم لبس في موضوع الشيلايتس جلانديو لايس، مع كمان ان تكون بكتيريا انفكشن. طيب في حاله اخرى تشبهها لكن بشكل مختلف شويه، اللي هي نسميها شيلايتس جرانيولوماتوزا، وهذا طبعا انا معايا برضو حالتين اعالجهم، وفي حاله منهم طبعا ان شاء الله بنشرها كبحث ان شاء الله، الا من اكون قد نشرتها في وقت بحث في وقت نشر المحاضره. حاله طبعا تابعتها وكانت بتعالج خالص والحمد لله معالجين وماشيين معاها فولو اب كويس، عملت بروتوكول علاجي خاص كان عباره عن ميكس من اكثر من طريقه، والمهم ان شاء الله بتكون في البيبر. طبعا هي تشبهها، لكن هنا طبعا الليب تكون متورمه بشكل كبير جدا، تكون بينلس سوفت انلارجمنت مش فيلم زي الاولى. تحصل طبعا اكثر تحصل في الشيلدرن في الادلتس، والحالات العاليه هي في الادلتس. طبعا زي ما قلنا انلارجمنت لليب نحصله سوفت، وبيكون عاده بينلس في الغالب. لما نجي نعمل لها هيستولوجيكلي بنشوف انه في عندنا جرانيوماس بهذا الشكل، شايفين الكتل اللي هي جرانيوماس اللي موجوده هنا بهذا الشكل، موجوده في الـ في الـ في الـ في المقطع الهيستولوجي. نحصل كرونيك انفلاماتوري سيلز وكمان هيستيوسايتس في هذا الليجن. طيب الكليفت لور ليب هو يشبه كليفت ابر ليب، لكن هنا في وهذا نادر طبعا، مش كثير زي الابر ليب، لكن هذا نادر جدا جدا. وهذا طبعا نحصل انه في الميدلاين يكون في فشل انه يندمج الاثنين البارتين حق الماندبلر ارش اللي هو واحد من اليمين وواحد من الشمال، فيظل لي في الوسط هنا بسنترال جروب بهذا الشكل. طبعا يتصلح تجميليا، وطبعا ممكن يحصل وحده، او ممكن بعض الحالات الأسوأ تحصل مع ماندبلر كليفت في نفس المكان في الميدلاين.
هذه طبعا الفيرست بيكتشر اوف ذا دينتست، الصوره العامه اللي ياخذوها علينا الناس انه الشخص هذا شخص سفاح، الدينتست هذا سفاح، هذا مخيف، هذا مؤلم، هذا يعمل لي مشاكل، هذا يطلع دم، هذا فهي هذه هي حقيقه او مش حقيقه. هذه طبعا انتم تردوا عليها. يمكن حبايبنا في المجزر اوفيشال في المجزر اوفيشال يتعاملوا مع الدم بشكل اكبر مننا. يعني احنا طبعا جراحين برضه في البريو، بس على مدى اصغر، يعني هم يدخلوا في الفيس وفي الفيش مجزر اوفيشال. فاحتمال لو في حد كذا فهو بيكون اصحاب المجزر اوفيشال، مش احنا مؤدبين وكيوتين زياده. بدأت احنا اصحاب البريو عارفين البابيلا ولا حاجة هذه، ما انتم مشتركين في حالنا في المواضيع هذه. طيب اذا هذه زي ما قلنا نفك شويه. الديفلوبمنتال انوماليز اوف ذا اوفر اورال ميكوزا، طبعا ايش الحاجات اللي بنشوفها في الاورال ميكوزا؟ بنشوف اشياء زي الفورداسي جرانيولز، وايت سبون جينيفاس، هيرديتري بيناين انتر ابيثيليال ديسكاراتوسيس، وكمان في حاجات نسميها البون ديوس بنشوفها كلها الان. وايت سبون جينيفاس عباره عن زي ما انتم شايفين كذا بقعه بيضاء، يعني زي النيفس الابيض اللي هو سبونج، يكون برضه فيه لين ما يكونش صلب. طبعا هذا عباره عن هيرديتري كونديشن، ممكن نشوفها من البيرث او نشوفها بعد الولاده مباشره، او طبعا تزداد اكثر اكثر حتى توصل ادولسنس. طبعا هي غالبا اسيمبتوماتيز، نشوفها اكثر في الوايتس، الناس اللي هم بيض البشره او فاتحي البشره. المناطق الاكثر هي طبعا الشيك، هذا في الدرجه الاولى. ممكن نشوفها في الليبيا الميكوزا، ممكن نشوفها في التانج او في البلت او في الفلور اوف ذا ماوث. طبعا نشوف زي ما انتم شايفين نشوف الميوكوزا وايت ورينكلد بيضاء وكانها مقعده، ونشوفها سوفت وسبونجي كذا كمان اسفنجيه الملمس. لكن من اهم علامات وعلامه تشخيصيه مهمه جدا 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 انه لما نجي نعمل لها مسح مثلا فهي تتشال، لكن تشيل تخلي السطح اللي تحتها سطح ميوكوزا عادي، مش هيمورجيك، مش هذا. طبعا نقطه تشخيصيه مهمه بينها وبين الكانديدياسيس، هذيك برضه تنشال سكرابد اوف، لكن تيجي تشوف تحتها هيمورجيك سيرفيس، هذا هتلاقي تحتها نان هيمورجيك سيرفيس. في حاجه شبيهه لها تشابه للوايت سبونج نيفس اللي هي نسميها هيريديتري بيناين انترا ابيثيليال ديسكيراتوسيس، او تختصر بهبد. هذا الليجن طبعا يشبهه بالشكل، لكن العلامه التشخيصيه لها ان لما نعمل ستريتشنج كده، نيجي نعمل يدنا كده من اول ونحاول نشد الميكوزا هنا، فيبدأ من الوسط تطلع كده كأنه بين بوينت اليفيشن. طبعا هذه هي عبارة عن مرض يترافق مع أشياء أخرى، طبعا يترافق يعمل مشاكل في الكورنيوم، يعمل لنا سكيرنج، يعمل بلاك فورميشن، طبقة بلاك فوق الكورنيوم، فممكن يعمل لنا بلايندنس ويكون مشاكل مع الضوء. هذه اللي هي الهبت زي ما قلنا، أو الهيرديتري بيناين انتر ابيثيليال ديسكاراتوسيس. طبعا هذه اللي جاز لما نيجي نشوفها بنشوف ابيثيليوم طبعا ثيكند زي ما انتم شايفين، ثيكند اكثر بكثير في ثيكنس، بنشوف في سبونجيوسز واكانتوسز، شايفين كيف طبقه السبيريكلس لاير طويله جدا وكبيره جدا، وفي زي ما قلنا زي كمان كانه في هيدريشن للمنطقه. نشوف في باركراتوسز زي ما نشوف في بقايا في كيراتوسز، بس شايفين الانويه موجوده، فهذا باركراتوسز. نشوف كمان في برير نيوكليير ايزونوفيل كوندنسيشن، نشوف كمان شايفين الخلايا الحمراء، هذه الخلايا اللي هي الايزونوفيل منتشره ومكدسه بشكل كبير جدا في منطقه البريكل سيلير زي ما انتم شايفين. طيب برضو من الاشياء اللي نشوفها في الميوكوزا هي الفوردايسيس جرانيولز، وهذه عباره عن زي ما انتم شايفين بنشوفها عباره عن بقع بيضاء او صفراء شويه، هذه نشوفها طبعا وايت ايولوش سبوتس، تكون سمول شوية أو لارج أكبر، ممكن نحصلها كمان لارج، نحصلها في أكثر من مكان، في التشيك بشكل كبير، في الليب، في التانك، في البلد، حتى في الجينجيفا نشوفها. طبعا هذه عبارة عن كوليكشن سبيسيس جلانس، في مش مكانها هنا، لكن هي تطلع من السب ميوكوزا تحت وتطلع للإبيثيليوم والمناطق هذه وتشوفها بهذا الشكل. وطبعا كثير ما نشوفها بايلترال، وطبعا من العلامات المهمة التشخيصية لها برضه لما نعمل ستريتشنج الميكوزا، فاحنا تشوفها تظهر بشكل اوضح، وكل ما ازداد العمر تظهر ايضا بشكل اوضح. شايفين هنا نوعا ما اكبر في الحاله هذه، شايفين كبيره بشكل واضح. طبعا لما نجي نعمل هيستوباثولوجي لها بنحصل، شوفوا شايفين السباسس جلاند اللي نزلت او طلعت باتجاه الابيثيليوم فوق، وطبعا ما نحصلش في المنطقه نفسها، لو كانت خارج ما نحصلش اي هير فليكلز طبيعي، لكن لو داخل هي هذا الشيء الطبيعي اصلا.
البونس ديفيورس. البون ديفيورس هي طبعا عباره زي ما انت شايفين، طبعا عباره عن زي البقعه البيضاء كذا، زي الاكياس البيضاء، عباره عن كيراتين سيست، كيراتين بتجمع في المنطقه هذه. طبعا يعني من يعتبر ريمننتس من الاودونتوجينيك ابيثيليوم اللي يطلع من الدنتا اللامنه. يقال برضو انه ممكن تكون من بقايا الماينر سيلفري جلاندز ودخلت في المنطقه هذه. طبعا حصلها غالبا في الالفرال ريدج زي ما انتم شايفين الصوره، وبالذات في الماكزيلا اكثر من المانديبول. وهذه الصوره الثانيه المأخوذة عن اطباء الاسنان، انه اطباء الاسنان مليونيرات ان لم يكونوا مليارديرات اصلا. يعتقد ان طبيب الاسنان هذا يلعب بالفلوس لعب، ويعمل ال عاد في بعضهم يقول يظهر صور انه كانه يمسح فيها كفاينات او يستخدمها كتيشوز، يعني فاينز او مناديل ورقيه. المهم هذه الصوره، احنا عندنا في اليمن مثلا يقول لك سميني شيخ وشل مشدتي او عمامتي، يعني انت اعطينا سمعه، او زي ما يقول سيط الغنى وسط الفقر. يعني طبعا ممكن يكونوا كذا في معنا بعض اصدقائنا ممكن بهذا الشكل، اللي هم اصحاب المكزلوفيشيال كمان واصحاب الاورثو. بحب يقول الدكتور وضاح جلس ينق علينا بالبركه ان شاء الله عليكم ان شاء الله. لكن بشكل عام اطباء الاسنان عندنا السمعه والله العظيم فعلا بشكل كبير، ناس كثير عندنا السمعه ان احنا نعمل بهذا الشكل، وان شاء الله ما حد شكرها يعني. طيب اذا ايش باقي معانا؟ معانا باقي الديفلوبمنتال انوماليز اوف ذا تانك، برضه في معانا مشاكل ممكن تصيب التانك، وعلى راسها اول واكبر مشكله ممكن تكون موجوده اللي هي الاجلوشيا، اللي هي عباره عن فقد كامل للتانك. طبعا برضه حاله نادره جدا، وزي ما قلنا في بدايه المحاضره انها برضه ممكن تترافق مع حالات الاجنيثيا اللي هو فقد المانديبول او الفك السفلي بالكامل. طبعا مايكروجلوشيا برضه اللي هي عباره عن فقد، او عفوا لسان صغير زي ما حشرنا في الصوره، هذا زي ما قلنا ممكن يكون فعلا لسان صغير من البدايه، او ممكن يكون لسان حجمه طبيعي، لكن لانه الفك كبير اصلا فيظهر كانه في عنده ماكروجلوشيا، وهذا اللي هو ريلاتيف مايكروجلوشيا. الماكروجلوشيا اللي هو لا عكس مايكرو، هذا ماكرو اللي هو اللارج تانك، وهذا طبعا برضه نفس الكلام ممكن يكون فعلا كبير، ولكن او يكون هو مش كبير حجمه طبيعي، لكن المانديبول او الماكزيلا حجمه صغير، عشان كذا يظهر كانه شكله كبير اصلا، وهذا ريلاتيف. طبعا قد يكون كونجنتال او اكوايرد، قد يكون برايمري او سكندري. كونجنتال زي الحالات اللي زي الطفل في الوسط، هذا المانجوليزم او الكريتينيسيزم او الارتروفينس مالفورميشنز. ممكن يكون اكوايرد زي حاله المكزديما اللي تشوفها قدامكم تحت، اللي هي الهايبوثيروديزم. الاكروميجالي برضو اميلويدوسيز، اللي هي عباره عن ماد اميلويد ماتيريال داخل اللسان، او اي تيومر التانك. هذه كلها الاشياء ممكن تعمل لي ماكرو جلوشيا. الانكيلوجلوسيا اللي هو يسموها اللسان المربوط، او نسميه التانك تاي، هذه اللي هي عباره لما تكون اللينجوال فرينم طبعا قصيره او مرتبطه، رايحه مش رابطه بس بالفلور، وانما رايحه اكثر باتجاه التيب اوف ذا تانك. فكل ما كانت اقصر، كل ما كانت رايحه باتجاه التانك او التيب تانك التانك تيب عفوا، كل ما كان تربط اللسان اكثر وتعمل لي التانك تاي زي ما قلنا. طبعا نعمل لي ريستريكشن للتوث تانك موفمنت، وطبعا ممكن يؤدي الى احيانا بعض الحالات ديسنيا، يعني احيانا خفيفه ممكن تعمل لي حالات صعوبه التنفس، واكيد صعوبه في الكلام وفي الاكل، لانه وظيفه اللسان تكون مربطه او مقيده. الكليفت او البايفيد تانج، هذا طبعا الحالات النادره، طبعا نادره جدا، طبعا لما تكون كومبليت ما فيش حاله اسمها نادر جدا. حتى انا دورت صور ما لقيتش صوره كامله، صورة على الكليفت الكومبليت كليفت تانج. طبعا هذا غالبا طبعا برضه نفس المشكله، مشكله تكون ما يحصلش ميرجينج او فيوجن ما بين التو تانج بارتس. طبعا بارشال الكليفت موجود وكومن، وشفنا حالات منه. طبعا يكون في جروف موجود في الميد لاين اوف ذا تانج او في الدورسم، وممكن يكون مش كامل، احيانا مجرد كليفت، واحيانا يكون كامل، يعني يفصل اللسان الى نصفين، يكون اشبه بلسان الثعبان. طبعا الكوميونيكيشنز عباره عن جروف في الوسط او كليفت في الوسط، طبعا هذا يعمل لي كوليكشن للفود بريس والميكرو اورجانيزم، وطبعا هذا ممكن يعمل لي اريتيشن وانفلاميشن في المنطقه والام وحرقان في اللسان. الفيشر تانج او السكروتال تانج، طبعا هذه من الحالات اللي هي منتشره، وعندنا بالذات باليمن منتشره بشده وبشكل كبير جدا، بالذات مع الحاجات اللي تؤخذ زي القات والتدخين والاشياء دي كلها. طبعا حصل كثير من الجروفات او الفروز او الشقوق اللي موجوده في سطح اللسان.
من السنترال اريا باتجاه الجوانب. طبعا هذه احيانا تكون بينلس، لكن او في الغالب بينلس، الا لو طبعا هذا كان المريض بأورال هايجين او تجمع له في المنطقه هذه اشياء، يعني دبريس على بكتيريا على الميكروجرانيزم، ممكن تعمل لنا اريتيشن في المكان وانفلاميشن وحرقان شديد في اللسان. وكثير من الناس يجوا يشتكوا لك، يقول لك يا دكتور في بيرنكس، ما يقولش بيرنكس طبعا بالانجليزي، يقول في حرقان في اللسان او في الم في اللسان. طبعا هذا يحتاج انك تنظف لسانك باستمرار، وممكن تستخدم بعض المضادات زي H2O2 اللي ممكن تخرج الدبريس من الخارج، وتنظيف اللسان اهم شيء. طيب من الاشياء اللي موجوده في اللسان كمان حاجه نسميها الميديان رومبويد يوروسايتس، زي ما احنا شايفين اللي هو عباره عن شكل او ليجر معين الشكل موجود في وسط اللسان. طبعا زمان كانوا يعتقدوا انه هذا نتيجه فشل التوبركلم امبار انه يتراجع. طبعا هذا الجزء اللي هو التوبركلم امبار هو اللي تبدا عباره عن سويلنج في اللسان، يبدا من تكون اللسان وبعدين يبدا ينسحب لحد ما يختفي. كانوا يعتقدوا انه هذه بقايا التوبركلم امبار عفوا. طبعا المنطقه تحصلها اتروفيك بهذا الشكل، تحصل انه فيها كانه ما فيش فيها بابيلا. طبعا لا، هذا الكلام كان زمان، الان بقول يقول لك لا، هذا الموضوع لا مش صحيح، ويعتقد انها اصلا هذا عباره عن كورونال فانجل انفكشن في هذه المنطقه. طبعا احنا لازم نميزه بينه وبين حاجه ثانيه، زي مثلا اللينجوال ثيرود نوديول اللي هي فوق هذه، زي ما انتم شايفين عباره عن جزء من الثيرود تشو موجود في المكان واخذ شكل مشابه فويد ورومبويد، لكن طبعا يكون منتفخ بهذا الشكل. طبعا مشابه كل شيء فيما عدا الانتفاخ، او كمان الجيوغرافيك تانج اللي برضه بتلاقي مناطق هي ديفود اوف بابيلا بس تيجي عادة مالتي بول وتتنقل باستمرار، وهذا اللي بنشوفه بعد شوية ان شاء الله. هذا الجيوغرافيك تانج او اللي قلنا نسمي تسمى كمان بيناين ميجريتوري جلوسايتس. طبعا هي سببها مش واضح، لكن يعتقد انها لها علاقه بالايموشنال ستريس او بنقص المناعه، او احيانا يقال كمان انها ممكن تكون كانديدا للانفكشن. طبعا عاده نحصلها في الناس اللي عندهم مشاكل زي ما قلنا، مشاكل ستريس، مشاكل ايمينو كومبرومايز زي البريجنانت وومن، احيانا ديبليتينج تشيلدرن، الستريس فور تشيلدرن كثير من نلاقيها في اطفال مثلا كانوا الطفل الاول والطفل الثاني، ولا طفل اللي تعرض مثلا للعنف او ايا كان، نحصلها بهذه الطريقه عندهم بشكل كبير. طبعا كشكل الكلينيكال نحصلها على شكل مالتيبل الريجولار، زي ما انتم شايفين ممكن نحصلها ثنتين ثلاث اربع، نحصلها بشكل كذا غير منتظم، كانها خريطه. ليش نسميها جيوغرافيك تانك؟ كانك تشوف خريطه امامك، قارات وبحار وحاجات زي كذا، ممكن تكون سيركولار الريجولار. طبعا المناطق راد يعني فيها اتروفي او فيها ديبابليشن، ومحاطه بمناطق لا وايت ليجنز حولها كذا، مناطق كانه في ريم اوف وايت اريا. طبعا عاده اللي يروح علينا هو الفيليفون بابيلا، بس الفانكو فورم تظل في مكانها. زي ما قلنا منطقه حمراء محاطه بمنطقه بيضاء او بيضه مصفره حولها. طبعا الديبابليتيك طبعا من اهم ميزات هذه الليجن انه يتغير باستمرار، يعني لما تشوفه اليوم تعال شوفه بعد اسبوع كانه الخريطه تغيرت، تتنقل باستمرار، فتره تكون هنا بعدين ترجع مثلا في التانج الجهه الثانيه، ممكن ترجع تحصل الشكل يختلف. لو صورته اليوم بعد اسبوع ما تلاقيش نفس الشكل الموجود. طبعا ممكن تستمر لاسابيع لاشهر وبعدين ترجع بنفسها، ما فيش مشكله، يطمن المريض ان الموضوع يعني رايح يعني من غير مشاكل، وممكن يروح يرجع، اهم شيء انه في الاخير بيختفي تماما. طبعا هنا لما جينا نشوفها هيستولوجيكالي، طبعا الفيلي فورم بابيلا زي ما انتم شايفين هنا ما فيش اي علامات لفيلي فورم بابيلا، كانه مسطحه تماما. نحصل مناطق هايبر كراتوسس في مناطق زي كذا، في هايبر كراتوسس مناطق فيها اتروفيك. نحصل طبعا اكانثوسس زي ما انتم شايفين في هذه المنطقه. بنحصل يعني خلايا التهابيه بي ام ان اس لينفوسايتس موجوده نحصل داخل الابيثيليوم، وكمان نحصل مناطق فيها مايكرو ابسيسز. طبعا بعض لما نعمل احيانا ممكن نلاقي كمان كانديدا هايفي داخل المكان، عشان كذا قالوا انها ممكن تكون كانديدا اصلا. من الحالات اللي موجوده كمان البلاك هيري تانج، وهذا عباره طبعا ممكن تكون هيري تانج عادي ابيض زي ما احنا شايفين، او بلاك هيري تانج زي ما انتم شايفين عباره زي اللسان كانه فيه فرو او شعر اسود. طبعا عادة يكون هاربلس، ما يكونش فيه منه مشكلة أو ألم كبير، لكن نتيجة تجمع زيادة طول البابيلا بهذا الشكل يتجمع ديد سكين، طبعا
احيانا يكون انتيبيوتيك الاستخدام او التوباكو بالذات يعمل هذا الشكل. طبعا ديسكريشن للتانك زي ما قلنا نحصل كانه هيري ابيرنس للتانك نتيجه الهيري الشكل هذا تجمع البكتيريا داخله وتجمع الدبريس يعمل لي طعم سيء رائحه سيئه طعم زي الميتاليك. طبعا هنا العلاج انك تفرش اللسان باستمرار بحيث انك تشيل الطبقه الميته هذه وتشيل الالونجيتد بابيلا لحد ما يرجع الى الوضع الطبيعي، وطبعا اكيد تتفادى الاشياء اللي هي زي التدخين واي اشياء مصبغه. طيب الثايروغلوسال تراك سيست هذا برضو احد الليجنز اللي كنا نشوفها في اللسان. طبعا هذا عباره عن احنا لما جيت نتكلم لما الطفل عدو في مرحله النمو وعدو الطفل صغير وبعدين يبدا يكبر الثيرويد جلاند تكون مكانها عند منطقه البيز اوف ذا تانك وبعدين تبدا تستحب تنسحب لمكانها في العنق. طبعا احيانا يحصل انه يبقى جزء منها او يتكون سيست من بنفس المسار هذا اللي كان فيه اللي هو الجلوسال تراكت المسار اللي مشت فيه فيتكون السيست هذا ممكن يكون على منطقه ال بالذات في منطقه الميد لاين فوق الاسترنم ممكن برضه يطلع ممكن تطلع نحصلها حتى تطلع الى منطقه التانك وتظهر على شكل هذا السيست. طيب باقي شيء اخير اللي هو اللينجوال ثايرويد ديديول برضه هذا احيانا قطع من الغده الدرقيه ما تكون تطلع منها قطع تظل منها قطع هنا في منطقه اللسان طبعا موجوده تكون في منطقه البوستيرير تانك او قبل الحلق مباشره زي ما قلنا ثايرويد تشيو موجوده في التانك سبستانس ما تنجحش انها تنزل لتحت. احيانا يكون لسوء حظ الشخص نفسه انه تكون هي هذه هي الثيرويد نفسها وما عاد كونت لوش ثيرويد تحت. طبعا اذا كان متمثل لك مشكله بنخليها افضل، اذا كان متمثل مشكله فهذه لا طبعا هذه في حاله زي كذا يفضل انها تستأصل لان ممكن تعمل مشاكل في البلع في الكلام يمكن تعمل حتى جاجر بشكل مستمر، وفي الحاله هذه طبعا يتم استئصالها. لكن احيانا يكون سوء حال المريض ان تكون هي النسيج الثيرويد الوحيد داخل الجسم. طبعا يعتقد زي ما قلنا يعتقد انه ممكن تكون هرمونال السبب هرمونال اكثر في الفيميلز عشان كذا خلال فتره البيوبرتي البريجنانسي والاشياء هذه. زي ما قلنا كلينيكلي بنشوفها كنودرال سموث سيرفيس ماس جنب قاعده اللسان منطقه السيكم فورم السيكم. لكن مش دائما تيجي في الميد لاين احيانا تكون شويه على جنب زي ما قلنا ممكن تعمل مشاكل ديسفيجيا او ديسفونيا مشكله في الصوت او اختناق احيانا واحيانا مع الاكل ممكن يحصل لها هيموريج وبين فيفضل استئصالها. اخر حاجه بتكلم عليها اليوم وهي اللينجوال فرايسز اللي هي دوال اللسان. طبعا هذه بنجي نشوف لو بنرفع اللسان طبعا طبيعي ان يحصل هنا اللينجوال فين لكن احيانا يكون منتفخ بشكل كبير دايليتد تورتوس متعرج ظاهر بشكل احمر مزرق او احمر بنفسجي بهذا الشكل تشوفوه قدامكم. اكثر من فيزلز مرتبطه مع بعض في المنطقه هذه طبعا زي ما قلنا في الفنترال واللاترال سايد اوف ذا تانج من تحت وعلى منطقه فرونت اوف ذا ماوث. احيانا يحصل انها تتجمع اكثر وتكون ترومبوسز طبعا يعتقد كمان انها تكون برضو ايج تشينجز وموجوده مع العمر كل ما ازداد العمر كل ما ازدادت الفاركوستيز واحيانا تترافق كمان مع الليك فاركوستيز اللي هي دوال القدم الشهيره واللي تصيب كبار السن. اذا ربما تكون هذه الصوره الحقيقيه لبعض اطباء الاسنان طبعا لا مش الاغلبيه ما شاء الله اغلب اطباء الاسنان مهتمين باسنانهم زي الفل لكن احيانا للاسف نحصل طب اسنان اسنان بهذا الشكل وهذا مشكله كبيره لانه فاقد الشيء لا يعطيه المفروض تكون اسنانك عنوانك. إذا مع هذه الشريحة ننهي المحاضرة هذه المحاضرة اللي كانت تكلمنا فيها على developmental anomalies of oral and paraoral structures. حاول نغطي كل شيء في منطقة الأورال والباراورال structures. تبقى معنا محاضرة في نفس الإطار ولكن عن developmental anomalies of the teeth إن شاء الله بنتكلم فيها في المحاضرة القادمة. نتمنى أن نكون قدمنا الإضافة والفائدة كما نقول دائما إن شاء الله ونلتقي في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.